الرمز اللي قدامك ده لما هتشوفه ممكن تفتكر الدفع عند الكاشير فقط، لكن في الحقيقة الرمز ده أهميته أكبر من كده بكتير، وقريب هيختفي. في يوم من الأيام رئيس شركة بيبسي جون سكالي استدعى مدير التسويق والعلامة التجارية عنده في الشركة وقال له امسك علبة البيبسي دي كده، شايف الشريط المخطط اللي في ظهرها الباركود؟ أو لو عرفنا نحط إيدينا على شوية بيانات من اللي بتيجي لمحلات البقالة من ورا الباركود ده، ساعتها هنعمل أرقام عالية في المبيعات. قال الكلام ده بقى إمتى؟ هقولك. قالوا في بداية التمانينيات، وقت ما كان لسه الباركود تكنولوجيا جديدة مش مكملة في السوق 5-6 سنين على بعض. وفعلا نزلت شركة بيبسي وعملت تعاقدات مع المتاجر الكبيرة، فكانت تديهم عروض وتخفيضات نظير إنها تاخد البيانات اللي بتجيلهم بسبب الباركود واللي كانت متمحورة حول المبيعات وقتها، والتجار ما كانوش بيستفيدوا قوي من البيانات دي غير في عمليات المحاسبة، البيع، معرفة المخزون، وشكرا على كده، محدش كان عارف ايه اهمية البيانات. وراحت فعلا البيانات دي لقسم الابحاث في شركة بيبسي، واللي لما اشتغل عليها اكتشف شيء خطير جدا. وجد ان مبيعات البيبسي في المتاجر زادت وقت التخفيضات، وده كان شيء طبيعي جدا، لكن اللي ما كانش طبيعي هو اكتشافهم ان المبيعات زادت كمان قبل ايام بسيطة من بداية التخفيضات. الله، طب ازاي؟ يعني عملنا ليه التخفيضات لما المبيعات زادت قبل ما التخفيضات تبدأ وقبل ما الناس تعرف اصلا ان في تخفيضات؟ هنا يدوروا على السبب، فيجدوا ان اصحاب المتاجر قبل التخفيضات بكم يوم بيقوموا جايبين البيبسي ويرصوه كده بطريقة معينة في مكان مكشوف امام الناس علشان يجذبوا الانتباه لما التخفيضات تبدأ. قسم الأبحاث وجد إن بسبب طريقة عرض المنتج بتاعهم بالطريقة دي، فالناس وبدون ما يعرفوا إن في تخفيضات قادمة اشتروا، ومن هنا اتعرفت أهمية عرض المنتجات بطريقة تجذب العين. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي دي بديهيات، لكن زمان اسلوب عرض المنتج في الوقت ده كان شيء جديد. ده اللي اكتشفوه بالارقام وبالداتا، الداتا اللي جت بسبب الباركود، الابتكار اللي قريبا هينتهي. ليه هينتهي؟ ليه بعد كده ممكن ما نشوفش الخطوط العريضة الطويلة دي كده في ظهر كل المنتجات اللي احنا بنشتريها؟ ايه أصلا قصة بداية الباركود من 50 سنة؟ وليه كان في صراع بين شركات التكنولوجيا الكبيرة على الموضوع ده؟ هو ده اللي هنحاول إن شاء الله نعرفه في حلقة النهاردة. فسريعا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، لأن ده مهم جدا للقناة، وكوباية القهوة بتاعتك، ركز معي. طيب تعالى نبدأ حلقة النهاردة من أحد أيام سنة 48 من مدير سوبر ماركت كان بيواجه مشكلة في بطء عملية الدفع المملة اللي بتواجه الزباين، ومشكلة أكبر في الجرد البطيء للمنتجات والأخطاء اللي بتحصل فيه بتكلفه فلوس كتيرة، فكان عاوز حل للمشاكل دي كلها. هنا أخذ بعضه وطلع على عميد معهد دريكسل للتكنولوجيا في فيلادلفيا واتكلم معاه، جايز القسم الهندسي عنده يكون عنده حل تكنولوجي جديد أو نظام يحل المشكلة دي. لكن العميد يعني مهتمش بالموضوع قوي، فمش الراجل. مين بقى كان بيسمع الحوار اللي ما بينهم ده؟ هقولك، كان بيسمعه طالب دراسات عليا اسمه برنارد سيلفر. سمع المشكلة دي وحس ان فيها فرصة كبيرة ويقدر ان هو يحلها، فبسرعة قام رايح على زميله بطل حلقة النهاردة نورمان وودلاند وحكاله المشكلة دي، وبدأوا هما الاتنين في التفكير في حل. وعلشان الفكرة دي يعني كانت داخلة دماغ وودلاند قوي، وكان مقتنع ان هو قادر يوصل للحل وانه قريب وهيوصل له بسرعة، فعلشان كده ترك الدراسات العليا سنة 49 لفترة من الوقت من اجل المزيد من التركيز على التطوير ده. وساعتها قرر ان هو يرجع لمنزل اجداده في ميامي على الشاطئ كده، يقعد ويسترخي ويحاول ان هو يفكر. المشكلة الحقيقية اللي كانت بتواجهه هنا هو
ايه هو الشكل او الرمز اللي ممكن يحطه على منتجات السوبر ماركت ويبقى سهل في طباعته، تمام، والكمبيوتر لما يشوف الرمز ده يفهمه. الكمبيوتر مش بيفهم غير الاشارات الرقمية 01، مش هيفهم بقى اسم المنتج ولا الحروف ولا الارقام، لا لازم 01. ففضلت هي دي مشكلته لحد ما في يوم من الايام وودلاند كان ماشي على الشاطئ، جه في دماغه شفرة مورس، النقاط والشرط اللي انت شايفها قدامك دي، ودي يقدر يحولها وودلاند بسهولة الى اشارات رقمية يفهمها الكمبيوتر. المهم قام رسمها كده على الرمل، وقام طول النقاط والشرط دي وخلاها خطوط طويلة زي ما انت شايف كده. الرمز ده يقدر ان هو يطبعه ويحطه على المنتجات، والكمبيوتر يقدر ان هو يشوفه ويفهمه. وفعلا رجع بسرعة لزميله وحكاله على الفكرة دي، واشتغلوا هما الاثنين مع بعض. وخلال 3 سنوات على سنة 52 اخدوا براءة اختراع عن استخدام الطريقة دي. وللعلم الباركود في بدايته ما كانش خطوط زي ما انت شايف كده قدامك، لا ده كان على شكل دوائر بالشكل اللي انت شايفه ده. المهم عملوا نموذج اولي لاثبات الفكرة والحصول بقى على مستثمر، لكن كان في مشكلة كبيرة وقتها، ان الابتكار ده اتى بدري قوي عن موعده، يعني اتى بدري ب20 سنة تقريبا، وده لان الكمبيوترات في الوقت ده ما كانتش قوية كفاية، بالاضافة الى ان الضوء المستخدم لمسح وقراءة الباركود برضو ما كانش قوي قوي ومناسب للعملية دي. وده الكلام اللي سمعه وودلاند من شركة IBM اللي كان بيشتغل فيها لما عرض عليهم الفكرة دي، لكنهم رفضوا وقالوا له الكلام ده، قال لهم طيب اشتروا مني طيب براءة الاختراع دي وخلوها للمستقبل. رفضوا برضو الفكرة دي، او ممكن تقول ان هم عرضوا عليه مبلغ زهيد جدا، لكن يعني هو بقى ايه رفض المبلغ ده، واضطر في الاخر ان هو يبيعه سنة 62 لشركة اسمها فالكو ب$15,000. كان رقم حلو على فكرة في الوقت ده. شركة فالكو على طول ما كملتش وقت كتير وقامت بيعاه لعملاق اسمه RCA، تمام؟ وهنا انا عاوزك تركز معايا في الاسمين دول IBM و RCA، لان IBM هتندم على اللحظة اللي رفضت فيها الابتكار ده بعد شوية، بس برضو الحظ هيلعب معهم لعبة وهيخدمهم على الاخر. المهم يا سيدي فضلنا قاعدين من سنة 52 لحد اوائل الستينيات تقريبا، والوقت ده كان وقت ازدهار الحياة الاستهلاكية في امريكا، وقت الصرف ببزخ، وقت سنوات الحلم الامريكي، تمام. اعمال السوبر ماركت في الوقت ده تجاوزت مبيعاتها السنوية $100 مليار، بس ومع ذلك كان يعني اعمال المتاجر والبقالة بشكل عام في امريكا كانت واصلة لمرحلة انها مش قادرة خلاص تتعامل مع الحجم ده من الاعمال. الصناعة دي كانت كثيفة العمالة وبطيئة مليئة بالاخطاء اللي بتكلف ملايين الدولارات. لك ان تعلم ان كان في 1.5 مليون عامل في امريكا في الوقت ده، كل مهمتهم بس يكتبوا كده الاسعار ويقعدوا يعدلوها كل شوية لالاف المنتجات بقى لما يبقى في خصومات وعروض على المنتجات. المتاجر المتوسطة للعلم في الوقت ده كانت ممكن تبيع تقريبا 10,000 منتج مختلف كده متاح للبيع في امريكا كلها، في كل محلات البقالة كبير وصغير كان في تقريبا ما لا يقل عن 1,000,000 عنصر مختلف بيتم بيعه كل سنة. ده عبء كبير جدا، وكان لابد لي من حل صناعي بقى يقضي على المشاكل دي، والحل ده ما كانش بعيد، وخصوصا اننا وفي الوقت ده حصل ابتكارين مهمين جدا جدا. اولهم كان الليزر اللي جعل من الممكن قراءة الباركود بوضوح وقوة وبدون اخطاء كتيرة، يعني كده مشكلة الضوء الضعيف اللي كانت بتواجه وودلاند اتحلت. اما الابتكار التاني بقى كان من شركة انتل في اواخر الستينيات، وهو انتاج الدوائر المتكاملة وظهور اول معالج دقيق
في العالم. والمعالج ده بقى وصل القوة الحاسوبية للكمبيوترات في الوقت ده لمكانة تانية خالص. فبكده أصبح قراءة الباركود في المتاجر عمليا عادي جدا يقدروا ان هم يعملوا. بس ومع ذلك كان لازم الأول قطاع البقالة يتفق مع بعضه كده على الرمز اللي هيتحط على المنتجات. ما هو لحد السبعينيات كانت ظهرت رموز تانية، فلازم الصناعة كلها بقى تتفق على رمز واحد، وإلا هتلاقي كل شركة بتعمل منتج مثلا تحط أي رمز وخلاص على ظهره وانتهى الموضوع، ونخش بقى في الآخر في حزبة كده. لا، ما ينفعش، لازم الصناعة كلها تتفق على معيار واحد والكل يمشي عليه. تمام، ده بقى اللي استغلته مجموعة شركات كتيرة في السوق، شركات تكنولوجيا على رأسها شركة RCA، فاكرها اللي اشتروا من وودلاند براءة الاختراع بتاعته. جه وقتهم دلوقتي، لان في بداية السبعينيات الرابطة الوطنية لسلاسل الاغذية في امريكا عملت لجنة مخصصة للنظر في الرموز الشريطية دي. تمام، اللجنة دي جمعت الشركات الكبيرة اللي ممكن تقدم الرموز دي، وعلى رأسهم طبعا شركة RCA، وحطت للكل شروط لابد من توافرها في الرمز المستخدم واللي هيرسى عليه بقى عملية الاختيار الاخيرة. وخلي بالك، اللي هيرسى عليه العطف الآخر هيبقى الرمز بتاعه هو معيار الصناعة. والشروط كانت كالتالي: أولا، الرمز يجب أن يتم قراءته بالسكانر أو بالجهاز اللي هيقرأ الباركود ده من كل الزوايا، يقرأه من كل الاتجاهات كمان، من بعيد ومن قريب. تمام، وتمن طباعة الرمز ده لازم تبقى رخيصة، يعني دي ملايين المنتجات هتطبع الرموز دي دلوقتي. والأهم أكتر إن أنظمة الدفع الآلي وجهاز السكانر ده يبقى ميسور التكلفة، ولازم يجيب تكاليفه في غضون سنتين ونص من التوفير اللي هينتج من استخدام الاسلوب الجديد ده. حلو لحد كده؟ جميل جدا. سنة 71 بقى قدمت شركة RCA الباركود الدائري بتاعها، والكل خلاص كان مقتنع بيه جدا، ويعني مين غيرهم ممكن ياخد حاجة زي كده. بس مين برضو كان بيحضر الاجتماعات دي؟ اقولك شركة IBM اللي كانت بتتفرج بحسرة على براءة اختراع احد موظفيها اللي لسه بيشتغل عندهم. وودلاند لسه كان بيشتغل في IBM. IBM كانت بتتحسر على فرصة بأرقام كبيرة هتضيع منها، عشرات الآلاف من محلات البقالة في أمريكا كل واحد فيهم احتمال يصرف 200,000 دولار على المعدات الجديدة بتاعت الباركود. ده غير ان الصناعة كلها كانت في الوقت ده المفروضة تصرف 200 مليون دولار على طباعة الرمز ده فقط على المنتجات. تمام، فكل ده راح من شركة IBM. وخلي بالك، IBM كانت بتحضر الاجتماعات دي وهي ما كانش عندها اي رموز تشارك بيها، اللي هو انا جاي معاكو كده يمكن اطلع باي مصلحة من الحوار ده كله وما اخسرش كل حاجة، واصبر عليا وهتعرف ان IBM هي اللي هتكسب كل حاجة بعد شوية. تمام، المهم وقع في الاخر بقى الاختيار على شركة RCA بالرمز الدائري بتاعها. وفي يوليو 1972 دخلت شركة RCA في المرحلة التجريبية للاختبار الاخير قبل ما تاخد الموافقة النهائية من اتحاد الصناعات وتبقى هي الرمز بتاعها المعيار الجديد للصناعة. فتم تركيب الجهاز بتاع الدفع ده في احد المتاجر لمدة 8 شهور، وتم طباعة الرمز الدائري على المنتجات اللي في المحل ده. لكن في الشهور دي ظهرت عيوب خطيرة جدا للرمز الدائري، اهمها ان طباعة الشكل الدائري اللي قدامك ده ما كانتش بتبقى دقيقة قوي، وممكن الحبر ينقط كده بزيادة على الخطوط الفاصلة بين الدوائر كده زي ما انت شايف، فكانت بتحصل اخطاء كبيرة جدا وصعوبات في المسح الضوئي بالاجهزة. وصعوبات المسح الضوئي يعني دمرت بقى الهدف الاساسي من العملية كلها، وبالتالي رجعوا يدوروا على اشكال تانية يستخدموها غير الشكل الدائري، او يعالجوا مشاكل الشكل الدائري. وده للعلم اللي كملت فيه شركة RCA. هنا شركة IBM قالت بس فرصة، وقامت جايبة احد مهندسيها اسمه جورج لورر وقالت له معاك اسبوعين فقط، فكر لنا بقى في طريقة نحسن بيها احنا الشكل الدائري ده علشان نستخدمه وناخد الصناعة دي كده ايه من بابها. هنا انت مصحصح معايا، فهتقول لي IBM ايه اللي تاخد حقوق الفكرة دي؟ الحقوق دي مع شركة RCA وشارينها من زمان.
هنا أقول لك ما هو الحقوق دي صلاحيتها انتهت سنة 69، براءة الاختراع دي كان لها صلاحية 17 سنة. المهم صاحبنا المهندس بتاع IBM أخذ المشروع كده وبدأ إن هو يبص عليه، فوجد إن الفكرة دي مش هتنفع، فكرة الشكل الدائري مع تقنيات الطباعة في الوقت ده هتفضل برضو فيها مشاكل، لازم نفكر في فكرة تانية جديدة. فقام غامر بقى بشغله وبمستقبله، وبدل ما يطور الشكل الدائري طلع في الآخر بالشكل الخطي اللي كلنا نعرفه، واللي المفروض هيلبي المتطلبات اللي طلبتها بقى محلات السوبر ماركت ومجلس المصنعين، وكمان هيقدر ان هو يتجنب مشكلة الحبر. واما قدم الفكرة لإدارة IBM وهو حاطط ايده على قلبه. شركة IBM شافت التصميم قالت شكله تمام، بعض الأقسام في الشركة بصوا عليه كده قالوا فعلا ممكن يجوا منه، وعملوا عليه شوية تعديلات بسيطة كده، وقالوا هو ده في الآخر اللي هيحقق الهدف بكفاءة. والأهم بقى إن وودلاند أبو الباركود أعطى مباركته كده في الآخر للتصميم الخطي بتاع المهندس ده، وكان شايف إن التصميم الخطي ده أفضل من التصميم الدائري اللي هو كان طالع بيه. هنا شركة IBM قامت مقدمة الفكرة لاتحاد الصناعات في يناير 1973. IBM كانت داخلة مع 6 كمان من الشركات مقدمين التصاميم بتاعتهم، ومن بين 7 المتقدمين لجنة اختيار الرموز حست ان الاقتراح بتاع IBM هو الأقوى. طبعا شركة RCA كانت بتتحسر على الفرصة اللي شغال عليها من 10 سنوات وأكتر وبتضيع منها دلوقتي، فكانت بتضغط على لجنة اختيار الرموز لإقناعها بالرمز الدائري وإنهم يعني حلوا مشاكله والدنيا بقت تمام. لكن بعد شويتين أدركت RCA إن خلاص يعني رمزها ده مش هيتم اختياره أمام الرمز بتاع IBM، فبدأت الضغط أكتر على اللجنة وهددت بالانسحاب من صناعة الباركود تماما لو لم يتم اختيار الرمز بتاعها كمعيار للصناعة. وبسبب الضغط ده والرفع الحرج تم تعيين مقيم مستقل، فجابوا كده إيه فريق من العلماء من MIT وطلبوا تقييمهم، وفي 30 مارس 1973 كانت النتيجة في الآخر فوز تصميم IBM. وفي يوم 26 يونيو 1974 وفي تمام الساعة 8:00 صباحا تم بيع أول منتج بيحمل رمز الباركود للجمهور للعامة. وأول منتج ده للعلم كان علبة لبان أو علكة خلاص، وبعض المصادر بتقول إن أحد المتاحف في أمريكا مازال محتفظ بالعلكة دي إلى الآن. طيب المفروض بقى إن بمجرد الإعلان عن الابتكار اللي هيسهل حياتنا الاستهلاكية دي، فمحلات البقالة تجري بسرعة وتجيب الأجهزة اللي بتقرأ الباركود وتركبها، صح؟ هقولك في الحقيقة ده ما حصلش بسرعة، بل قوبلت كمان الفكرة بهجوم شرس في البداية من قبل محلات البقالة، فلذلك كان نمو تبني الأجهزة دي كان بطيء جدا. يعني على سنة 78 كان أقل من 1% من جميع متاجر البقالة في أمريكا هو ده اللي عنده أجهزة بتقرأ الباركود، تمام؟ على سنة 81 طلع الرقم ده 10%، بس على منتصف الثمانينيات الرقم ده بدأ في الانفجار، وده لما كل المتاجر بدأت تتفرج على أحد المتاجر الكبيرة زي كيمارت اللي تبنى بسرعة التقنية دي، فبدأت النتائج الإيجابية تنعكس عليه، فده خلى المنتجات بتاعته تبقى أسعارها أقل من المنافسين، فده يعني ظهر عليه بقى النتائج الإيجابية، فالكل بسرعة جري يتبنى الأجهزة دي وركبها عنده. وبدأت تطلع الفكرة دي للعديد بقى من المتاجر في العالم، لحد ما وصلنا إلى السنة اللي فاتت كده في 2023 تم مسح الباركود ده أكتر من 10 مليار مرة في اليوم عالميا. ده إنجاز كبير جدا لابتكار احنا مش حاسين بيه خالص، وحتى كمان احنا مش حاسين بيه النهاردة واحنا بنقترب
من نهايته واختفائه تدريجيا. خلاص يعني قريبا هتكون نهاية الشكل ده أو الرمز ده طبقا لمنظمة الجي اس 1، المنظمة المسؤولة عن رموز الباركود، اللي أعلنت إن بداية من 2027 هيكونوا خلاص انتقلوا للجيل الأحدث، الرموز ثنائية الأبعاد زي الكيو ار كود، واللي بتقدر تشيل معلومات أكتر. يعني الباركود آخره يشيل 12 رقم، تمام؟ فمش هتعرف منه غير المعلومات الأساسية وقليلة جدا، زي بلد المنشأ، الشركة المصنعة، رقم تعريف المنتج. إنما الكيو ار كود يقدر يشيل لحد 4000 حرف، فيقدر يشيل بقى رابط يدخلك على صفحة على الانترنت مليئة بمعلومات كتير. ده غير اصلا ان هو كافي انه بدون الدخول على روابط على الانترنت انه يعرفك معلومات كتيرة جدا عن المنتج، زي تواريخ الصلاحية او مكونات المنتج نفسه، فلو انت عندك حساسية من عنصر معين تقدر تاخد بالك، وهكذا بقى من المعلومات المهمة اللي انت ممكن تعرفها من الكيو ار كود. الكيو ار كود برضو مش بس هيمد المستهلك فقط بالمعلومات اللي هو عاوزها، لا كمان ده هيمد برضو الشركات بكم هائل من الداتا، فيبدأوا ان هم يدرسوها ويفهموك اكتر، فيستفيدوا من الداتا دي اما في عروض خصومات، او يفهموك اكتر من الداتا دي، تماما كده زي ما عمل جون سكالي رئيس شركة بيبسي في بداية الثمانينيات لما اشترى الداتا بتاعة الباركود من المتاجر وفهم منها معلومات أكبر، فالمعلومات دي ساعدت شركة بيبسي على الانتشار أكتر وأكتر وزيادة المبيعات. تحس إنه كله عمال يتكرر كل فترة من الزمن. وبس كده يا سيدي، دي كانت حكاية النهاردة. فلو عجبتك الحلقة أتمنى أنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن ده مهم جدا وضروري أنك تنشر الحلقة دي قدر الإمكان، لأن ده بيساعدنا جدا على الانتشار وبيشجعنا أن احنا نعمل حلقات أكتر في النوع ده من المحتوى. وبس كده يا سيدي، أشوفك إن شاء الله الحلقة اللي جاي. شكرا.